على غير عادته كمعرض رئيسي بمحافظات مصر المختلفة، انطلق معرض أهلا رمضان داخل أكثر من 1800 منفذا للبيع. المعرض هذا العام يمتد للعاشر من مايو المقبل، ويوفر منتجات غذائية خفضت أسعارها بنسب تراوحت بين 15% إلى 25% وسط إقبال ملحوظ من المواطنين. مكرونات بتبدأ من 3.65 500 جرام، رز بيبدأ من 8 جنيه، سكر ب 8.5، عندك جبن بربع كيلو بخمسة، نص كيلو بتسعة ونص، عندك صلصة 4.75، عندك كميات كبيرة جدا من البلح اللي هو الجاف بيبدأ من 11 جنيه، عندك اللي هو البلح النص جاف عبوات بتبدأ من 8 جنيه. تقيم الدولة المصرية هذه المعارض بسبب استغلال التجار لأزمة فيروس كورونا بعد تلقيها العديد من الشكاوى بخصوص هذا الأمر في محاولة للتيسير على المواطنين. اللي انا عاوزه باخده، سواء تأمين مع البطاقه، سواء مثلا عاوز اي حاجه باخدها بالفلوس عادي، بس كل حاجه موجوده ان شاء الله. الاسعار كويسه وحاجه بصراحه نظيفه وجربتها اكتر من مره يعني. كل حاجه بنجيبها بنلاقيها موجوده، غير المنافذ اللي بره وغير التجار بعد ساعات يعني مابقاش موجوده الحاجه، هنا بنلاقي كل حاجتنا هنا موجوده. فيما تعاقدت وزارة التموين المصرية مع أكثر من 79 شركة تضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية. الهدف إن أنا أوفر للمواطنين سلع جيدة بأسعار مناسبة مع توفير كل مستلزمات الأسرة. عندنا أيضا طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية نموذج لشنطة رمضان أو كرتونة رمضان، في حاجات بتبدأ من أول 80 جنيه وفي بعض الشنط أو الكراتين بتصل سعرها إلى 80 جنيه، بيبقى فيها سلع أساسية زي الزيت والسكر والرز. ولا يقتصر معرض أهلا رمضان هذا العام على منافذ البيع فقط، بل امتد إلى شركات تجارة إلكترونية لبيع هذه المنتجات وتوصيلها للمواطنين عبر 1300 مندوب. رغم قلق الكثيرين من فيروس كورونا وانتشاره، فإن منافذ بيع أهل رمضان تبقى ملاذا للباحثين عن تخفيضات تساعدهم لاستقبال الشهر الكريم من دون عناء. كريم شيخ الغد، القاهرة.